اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا بك. هارد لك النهارده؟ الحمد لله. شفت المباراه ازاي؟ طبعا هارد لك طبعا، مبدئيا لجماهير النادي الاهلي واللاعبين والجهاز وكل الناس، اكيد كان عندها امل، لكن مفيش شك. قبل ما اقول شفت المباراه ازاي، مفيش شك ان النقص العددي اللي حاصل زي الشناوي، ليه الناس ما بتاخدش بالها من الموضوع ده؟ يعني لا بمعنى لا ازاي؟ والله لا، يعني في ناس يعني طبعا الناس عايزه الاهلي يكسب وخلاص. طبيعي. لكن 14 لعيب كتير طبعا يا كابتن. طبعا يعني طبعا. ست لاعبين جم وفي الباقي يعني كتير. مظبوط. ولا وفي ناس مؤثره قوي. يعني عندك الشناوي، عندك محمد عبد المنعم لما يلعب، اكرم، سوليه وهو فايق، سوليه يعني وهو مش تعبان. حتى النهارده الناس اللي لعبت من الناس اللي جت من المنتخب اكيد في تعب، يعني مش ممكن لعبوا 3 4 ماتشات ورا بعض 120 دقيقه، موضوع مرهق يعني. فكل دي فيها ظروف. يعني كان ممكن متوقع النادي الاهلي حتى من المباراه السابقه كان ممكن يخرج، يعني كانت الاحتماليه موجوده، فهي حصلت النهارده. فهارد لك، وان شاء الله المركز الثالث والرابع ايا كان من الفرق اللاعيبه تكون البرونزيه من نصيبنا يعني. بالنسبه للمباراه النهارده، انا يمكن في البدايه مع مستر موسيماني في جزء ومختلف في جزء، معاه في ان احنا بنلعب فرقه بالميراس بالنقص العددي دوت، بالتعب اللي في بعض اللعيبه الدوليين لازم تقفل مساحات الملعب دي. أي. دي طبيعيه، لانه ما تقدرش تقعد تضغط من البدايه وتجاريهم في اللعب وهم يعني انت عندك نقص وعندك تعب في بعض اللاعبين. لكن هي الفكره كلها انك انت عملت الجزء من كره القدم، لانه كره القدم هي دفاع. انت كره القدم دفاع وهجوم، تمام. انت كنت مركز كويس جدا في الدفاع، واقف مظبوط، يعني رغم ان فرقه بالميراس كانت ضغط عليك جامد جدا، وهم اللي كانوا الاقرب في الشوط الاولاني انه يسجلوا. صحيح ما عندهمش فرص خطيره زي ما انت تقريبا الشوط الاولاني ما عندكش ولا فرصه، هم باستثناء الفرصه اللي استغلوها الهدف الجون الاولاني يعني في الدقيقه 38 و40، بس الاحساس وانت قاعد بتتفرج ان هم الاقرب، لان هم كانوا حاطينك تحت ضغط على طول. هو عارف يا كابتن، انا وجهه نظري اللي وصل الاحساس ده ان احنا ما رحناش للجول. ما هو ده اللي بقول لك. مش ان احنا، لان احنا كنا هم كانوا مرعوبين، بس هم كانوا ماسكين الكره في نص الملعب اكتر يمكن. يعني انت ما انا بقول لك يا اسلام، الشوط الاول احساسك بتكلم على الشوط الاول. احساسك كل ده الانطباع عند الناس كلها. اوكي. الشكل ماشي، ما فيش فرص خطيره هنا ولا هنا باستثناء هم الفرصه اللي جابوها دي، بس هم محاولاتهم في نص ملعبنا ضاغطينك، بيحاولوا يغلطوا القلب، قلوب الدفاع بتاعتك، مش عايزين نقول سردباكات، يعني قلوب الدفاع، الباكات اكتر من كورنر، يعني في شكل ان ممكن يحصل خطا. ما هو كره القدم لعبه اخطاء طبعا، يعني دخل انت طول ما انت تحت ضغط وما بتلقلش نفسك للناحيه الهجوميه عشان تهدد الفرقه الاخرى، فانت توقع الخطا في اي وقت. مظبوط. سواء حتى لو ما حصلش خطا، ممكن مهاره لاعب، النهارده حصل خطا في الجونين، لكن انا بتكلم حتى لو هي مهاره لاعب بس، يعني اللعيبه واقفه مظبوط وكل حاجه، واحد لعيب جامد قوي مثلا رقص وشاط كره عرضيه سبق فيها بسنه او بحته صغيره المهاجم المدافع وحطها، ده بيحصل. لكن الشوط الاولاني السلبيه اللي كانت موجوده في حاجتين. اولا احنا بنلعب 3 4 3. طالما بتلعب 3 4 3 وبالشكل الدفاعي اللي اقرب ل 5 4 1، ايوه انا سمعتكم مع استاذ احمد ثابت والحنفي اتكلموا فيها كويس قوي، يبقى مجدي قفشه ما يبقاش هو التالت اللي ناحيه الشمال. ليه؟ لانك انت بتبقى في تلت ملعبك يا اسلام، يعني كمان مش في النص، انت بتوصل انك مقفل على ال 18 مثلا ب 20 يارده، يعني انت في مسافه 70 يارده قدام. صح. دي بتحتاج في التحول للهجوم سرعات كبيره جدا، لان كل الفرقه الثانيه بتبقى مندفعه، انت عايز تستغل السرعات. فمجدي قفشه كونه ان هو في الطرف هو مش مستريح فيها، ثانيا
لو انت انت اللي بالشكل ده بس انت بتضغط من قدام قوي، هيبقى هو قريب من ال 18 هيقدر يخش لجوه. ايوه يخش لجوه بتاع. لكن لما تكون انت في التلت الاخير بتاعك السرعات في كذا كره ما بيلحقش، ما بيلحقش فعلا يتقدم من 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 مثلا من على خط ال 18 بتاعنا او بعد ال 18 ب 10 يارده لغايه ال 18 الثاني. دي ممكن يعملها احمد عبد القادر، دي ممكن يعملها محمد شريف، دي ممكن يعملها طاهر، اللي عندهم القدرات في السبرنتات، اللي عندهم سرعه انتقال كبيره. فمجدي دي كانت منقصانا في الحته دي شويه. أيوة. وحسين الشحات ما كانش في حاله جيده، وطاهر يعني ايه محطوط لوحده جوه ال 18 وكمان بيتحرك للاطراف كتير قوي. يعني انت في صور كتيره قوي الشوط الاولاني لما تشوفها في الماتش تلاقي طاهر على الجنب ومفيش حد في مساحه المدافعين بتوع فرقه بالميراس مرتاحين جدا، ومجدي بعيد مفيش زياده عدديه، محاولات طفيفه يعني جدا. اللي كان ينقصنا كابتن في الحته دي التحول الشوط الاول، التحول من الدفاع اه لجوه. لكن كوقفات الشوط الاولاني في نسبه كبيره من الماتش كانت جيده، ولكن وقعت في خطا ساذج جدا اللي هو الهدف الاولاني، خطا مركب يعني من اكتر من لاعب. اولا خطا من هاني في التمريره، بس دي بتحصل. هي المشكله انك كنت في موقف هجومي، فالناس المدافعين الثلاثه اللي هم مش منظمين. قلب الدفاع مش متنظمين خالص. ياسر ابراهيم مغطي مسافه كبيره جدا، رامي وايمن الراجل الفرود اللي جاب الجون كان بينهم بعيد، علي معلول كان لسه فاتح طبعا لانه كانت الكوره معانا احنا، فكان بيبقى بيتحضر انه يطلع لقدام. ديانج كان في الجزء اللي بيتضغط فيه ناحيه الكره اللي بتاعت ايمن. ايوه يعني فاتلعبت سريعه جدا، والخطا لا في رقابه على المهاجم كويس، لا في تاخير اللي هو بيقول عليه ديلينج، يعني ان المدافع ما يضغطش قوي ويرجعوا كلهم لورا، ولا ياسر ابراهيم مش واخد باله من وقفته ان هو مغطي. انا بتكلم على طبعا على الجون الاول، ده الجون الثاني نفس الشيء. الجون الثاني بس لما نتكلم على لما تجيبه من اوله هتلاقي فيه اخطاء اكتر من خطا. اولا انت كنت مندفع جدا، ديانج سابق كان السوليه لسه ما طلعش اعتقد، السوليه سابق ايمن اشرف في احنا بالتعبير بتاعنا، بس انا يعني اقولها بالمصطلح الاهلي دي بقى، دي كان يعمل فيها اسمها حاجه اسمها ديلينج، يعني اخر نفسه مش ضروري يروح يضغط على المدافع. الخطا الثاني يا ريت مخرجنا يجيبها لنا ثاني، الخطا الثاني ان بص هنا ايمن المفروض بقى يستنى يعمل تاخير اسمها تاخير، يعني يقف ويخلي الناس قدامه، مش هيعمل بيها حاجه المهاجم هنا. صح. الغلطه بقى الثانيه، بص عمرو رامي ربيعه هيعمل ايه؟ انت كده صح لغايه دلوقتي، بس في لحظه لازم تروح تضغط. يعني هو كده التاخير، بس لازم قبل ما يخش كده لازم يكون رامي راح قطع عليه عشان ما يديش مساحه للتسديد، لان ايمن كان اتضرب من بدري ومش ملاحق الراجل، يعني ايمن بيزعل على اقصى حاجه لان هو كان اتضرب في نص الملعب. صح. هو رامي اللي هو التاخير ده في البدايه مظبوط، انه يخلي الولد اللي بيجري ناحيه الجناح اليمين ده او يعني في دودو ناحيه اليمين يخليه قدامه، بس في لحظه لازم يروح يتقدم عليه عشان يضغط. بالظبط. رامي اهتم بالراجل اللي وراه وان ياخر نفسه، لو بص لغايه فين؟ لغايه داخل الستة يارده، فخلاص كانت عنده المساحه انه يشوط يعني، وجاب الجون الثاني. هنا بقى الموضوع اختلف معاك انت، انت المفهوم بقى عند لعيبه النادي الاهلي ان لازم نهاجم. انت لغايه الدقيقه ال 45 دقيقه الاولى وحوالي لغايه لما هم جابوا الجون في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني او الثالثه خمس دقايق كده، انت ضيعت 50 دقيقه انت مش ما عندكش النيه او ان انت تهاجم بكثافه. تغييره الشريف وعبد القادر وحمدي فتحي عدلت الناحيه دي. اولا الفرقه الثانيه جابت جونين، فمنطقي بالنسبه لهم انه هيبتدي يحافظ على جونه، وعارف ان انت هتبتدي تيجي عليه يلعب على هجمات مرتده، احاوله في اكتر من واحده يمكن واحده كانت هتنجح، لكن ده المنطقي ان هو كسب 2-0 في بدايه الشوط الثاني انه ياخر نفسه. هيقفل؟ هيقفل ده طبيعي، غالبا يعني هيقفل ويلعب على هجمات لانك انت هتندفع، ففي مساحات في ظهرك هتتفتح كتير. دي نيه اولا
هم ساعدونا فيها ان هم يتراجعوا، ثانيا الثلاث تغييرات اللي مفروض انا مش عارف احمد عبد القادر ما بداش ليه، او شريف واحد فيهم على الاقل كان لازم يبدا، على الاقل بين الشوطين كان لازم يبقى تغيير، لانك انت بخسران في حاله ناس ما كانتش جيده، واحد زي حسين الشحات حالته ما كانتش جيده، طاهر كان في وحده جوه ال 18 مش لاقي يعني ما فيش اي خطوره، وقفشه زي ما قلنا بعيد، فطبيعي كان التغيير شريف واحمد عبد القادر او على الاقل واحد فيهم تبقى بدايه الشوط. مش معنى كده انه احنا اتاخرنا قوي، بس انت كره القدم فيها معاقبه احيانا، انت الجون الثاني جه في الدقيقه الثانيه او الثالثه من الشوط الثاني بقت 2-0، فبقى في عبء عليك وقت لما ترجع بقى ثاني هتاخد وقت. ايوه حتى صح. انت تحس ان لما نزل احمد وشريف وحمدي فتحي المواضيع ابتدت تتظبط، وابتدينا نهاجم، وابتدينا نحس ان احنا لازم نهدد مرمى بالميرس. مزبوط. في امور اتصلحت، بس كان في استعجال في اللعب، انا كنت شايف كده، يعني كان في شيء من الرعونه احيانا. طيب هنتكلم عن الشوط الثاني اكتر، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم مع الكابتن اسامه على الشوط الثاني وماذا حدث في الشوط الثاني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، الشوط الثاني كان افضل شويه من الشوط الثاني بسبب اولا زودنا مهاجمين، عبد القادر بقى واخد الطرف الشمال واحيانا بيدخل للعمق، شريف بقى راس حربه، طاهر ناحيه اليمين، قفشه تحتهم، يعني رجعنا ل 4-2-3-1، لانك في لحظه مش الطريقه هي اللي بتكسب صحيح، ولكن انت زودت قدرات هجوميه. بالظبط. زودت احمد عبد القادر شريف وشريف، رجعت قفشه مكانه، قفشه رجع المكان اللي هو بيرتاح له اكتر، وحمدي فتحي وديانج وراهم، وبحي حمدي برضو بصراحه عمل مجهود كبير في الوقت اللي نزل فيه رغم انه سفر وال 120 دقيقه لعبهم في ثلاث ماتشات ورا بعض ولا اربع ماتشات، جهد كبير عليه. فابتدت تبقى في خطوره، ابتدينا نروح، ابتدى يبقى في احساس بانك انت بتهدد مرمى فرقه بالميراس، وابتدت في تسديدات الى حد ما حسيت ان انت تقدر حتى تشيل العبء من على المدافعين شويه، مش هنفضل طول الوقت بتدافع. بندافع بس. ففي خطوره، في كور بعضها يعني ممكن في بعض الكور ما ترتقيش لفرصه حقيقيه، ولكن ابتديت تهدد مرمى فرقه بالميراس، وبقيت في نص ملعبهم، وحصلت يعني عارف ايه اللي هي بقى روح الفانيلا الحمراء كمان، ان اللعيبه بتدوس على نفسها، رغم ان انا شايف ان في بعض الناس تعبت الشوط الثاني من كتر الجري، يعني علي معلول، محمد هاني، ديانج، تحس الشوط الاولاني جري وجري كتير جدا جدا، عايزين يطلعوا ويرجعوا يدافعوا. الشوط الثاني ابتديت احس ان يبقى في وقوع، لكن دفعه عبد القادر وشريف ووضع مجدي قفشه في المكان الصحيح وطاهر ناحيه اليمين ابتدت تعمل تعدل الامور شويه، تعدل الامور وسيطره بعض الفرص، حتى حمدي فتحي طلع في كوره او كورتين عرضيين في فاولات عمل فيهم خطوره شويه على المرمى، ولكن المشكله ان حصل طرد ايمن اشرف في وقت صعب جدا 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 في المباراه. المباراه كان متبقى عليها 10 دقائق، ادائك كان ابتدى يتحسن، كان ابتدت في نيه انك انت يعني او في احساس انك ممكن تجيب جون، طرد ايمن لخبط الفرقه تاني. اوكي. ليه؟ لانه هتعمل ايه؟ فتحي هيضطر يرجع قلب دفاع، ديانج هيبقى لوحده، يا اما ديانج يبقى لوحده يا اما هيضطر مجدي قفشه يرجع مكانه، ابتديت تنقص تاني لعدد المهاجمين من الناحيه الهجوميه، ولذلك انت ما بقاش عندك الاحساس، لانك انت ما بتلعبش فرقه صغيره، انت مغلوب 2-0 ومطرود واحد، ومعاك بتلعب فرقه بطل امريكا الجنوبيه، يعني الموضوع اذا كان صعب من الاول بقى صعب جدا جدا، ومع ذلك يعني هو الماتش بقى خلاص مشي، ان الشكل العام ان الماتش انتهى، حاولنا بقى محاولات كده فرديه عن فكوره بتاع لغايه لما الشوطه بتاعت هاني ثم كره العارضه، يعني شكل كان ممكن نقرب بيه، لكن يعني كانك تكسب المباراه كان صعب بعد طرد ايمن اشرف، كان صعب جدا. يعني ما يعني اللعيبه بذلت جهد وحاولت، بس الماتش بقى مفكك. يعني انت بتعمل هجمه كده عنتريه، لكن الماتش مفكك. مش عندك، اولا حمدي كان بيزودك قوي في نص الملعب
لما كان في نص الملعب مع ديانج وبيحاول يزق لقدام وبيخش ال 18 هناك ابتدى يرجع، وقفشه ابتدى يرجع وبقى شايف كله خايف بقى لا يخش كمان لا قدر الله كانت ايوه. وفعلا كان هيبقى يتاح ليهم كوره او كورتين كان ممكن بهجمات مرتده لو اتعملت مظبوط، في واحده دخلوا على بعض فيها جوه ال 18 حطوها فوق العارضه، لكن انا اقصد انه كانت الامور اتصعبت. لكن بنحيي اللعيبه على جهدهم وهارد لك والجهد بذلوه كويس، وخلاص كان متوقع بالغيابات والاصابات والحاجات دي انك ممكن تخرج في النهارده يعني. طيب على الجانب الاخر برضه يا كابتن، فريق بالميراس واحد من اهم واقوى الفرق في امريكا الجنوبيه يعني طبعًا. لان انا بشوف ان يعني في بعض الكلام اللي بيتقال يقول لك ايه ما هو احنا يعني ما كنا عايزين نكسب طبعا. ماشي عايزين نكسب. انت بتتكلم الناس برضو مش متخيله بطل امريكا الجنوبيه يعني ايه؟ يعني البرازيل، يعني ارجنتين، يعني كولومبيا، يعني اورجواي، يعني باراجواي، يعني فرق عريقه جدا. دي فرق عريقه جدا. وماتشات طحن. وماتشات طحن، كون ده بطل القاره الجنوبيه. ماشي احنا حاولنا ان احنا نكسبه. وعندنا نقص في ناس غايبه مهمه جدا وفي ناس تعبانه، لكن مش بالعافيه هنقدر. مش يعني هم برضو ليهم اسم وتاريخ برضو يعني مش هنقدر يعني لازم كنا نكسبهم يعني. حاولنا والامور هم كانوا افضل كمجمل الماتش، هم كانوا افضل وقدروا يجيبوا جونين وكسبوا المباراه يعني. وانت معاك كمان طرد في الوقت اللي كان ممكن يديك امل في اخر 10 دقائق، فالامور اتصعبت عليك جدا. فهي كره القدم كده. فاحنا ما بنلعبش يعني مع احترامي فرقه مثلا درجه تانية ولا فرقه حتى في الدوري المصري ولا فلازم الناس زعلانين، كلنا زعلانين، بس لازم تتقبل انه وضعك ما كانش يعني مش كنتش في احسن حالاتك. وضعك قبل البطوله مش احسن حالاتك، وحتى اثناء الماتش الاولاني والتاني مش في احسن تجميعه لفرقه النادي الاهلي. فيعني وضع يعني اقرب للمنطق يعني. وننظر الى ما هو قادم. طبعا الماتش الجاي ماتش صعب جدا سواء تشيلسي او الهلال. طبعا تشيلسي مش هنقدر نتكلم بطل اوروبا وتاريخ كبير، وهو المتوقع انه هم الاقرب ان يكسبوا ويوصلوا النهائي. لكن في كره القدم كل شيء موجود، الماتش مش هيبقى سهل. 70 80 70 30 70% او 80 20 يعني. ايوه 70 75% 80% اقرب لتشيلسي. لكن ماتش الهلال مش هيبقى سهل معاهم انا متاكد، لكن انا متوقع في الغالب زي ما انت قلت النسبه دي هتبقى اقرب لتشيلسي. فاحنا سواء بقى هنلاعب الهلال سواء هنلاعب تشيلسي لازم اللعيبه تركز وتهتم ان شاء الله يا رب نقدر نجيب البرونزيه للمره الثالثه في تاريخنا، واللعيبه تكون بتاعت المنتخب ريحت يومين ثلاثه برضو دي استشفاء يديهم راحه شويه. واحد زي محمد عبد المنعم يكون رجع، واحد زي حمدي يكون بطاقته، واحد زي احنا بس فقدنا ايمن اشرف، سليه يكون بطاقته، شريف ممكن يبقى ليه دور من بدري عن كده. فممكن الامور تتظبط وان شاء الله نعمل ماتش كويس وناخد الميداليه البرونزيه. طيب هنتكلم عن المباراه القادمه وكيفيه وطريقه اللعب اللي هيلعبها بيتسو موسيماني وسواء الهلال او تشيلسي برضو ناخد عنهم نبذه، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، ما هو قادم الاهلي؟ كيف يلعب المباراه القادمه من وجهه نظرك بشكل عام؟ هل يعود بيتسو موسيماني وسواء الهلال او تشيلسي الاثنين هيبقوا فريق عنده قوه هجوميه كبيره طبعا. جدا فبالتالي هل يظل محتفظ بطريقه 4-3-4-3 ولا يرجع تاني ل 4-4-2؟ طريقه 3-4-3 بتفقدنا شويه الناحيه الهجوميه. لا هو واضح ان هو مصمم على الطريقه اللي هي 3-4-3 يعني في كل ماتشات الدوري، في حتى لغايه دلوقتي في ماتش السوبر الافريقي كله بيلعب 3-4-3 بس هو بيغير ال 4-2-3-1 في اوقات لما بنكون عايزين قوه هجوميه اكتر او مثلا مغلوبين وعايز اعدل الوضع فبيزود. فانا اعتقد وبالذات لو مع تشيلسي يعني يمكن مع الهلال يفكر شويه، لكن برضو الهلال فرقه مش سهله، بس هو الشكل العام ان هو ما بيغيرش اسلوبه، لكن هو هيغير في الافراد ده اكيد يعني. هو هيغير في الافراد ده ما فيهاش كلام يعني. يعني اعتقد ان محمد عبد المنعم هيرجع طبعا، حمدي والسوليه وشريف في ظل وجود ديانج. ما هو ممكن يلعب، ما هو لو ما هيلعب محمد عبد المنعم ورا ايمن اشرف كده كده خلاص اتطرد.
مش موجود. فممكن واحد من اثنين هيقعد، ممكن رامي او ياسر، ويلعب حمدي زي ما بيعمل اللي هو ورا عمرو السولية وديانج، ومعاه مثلا كده ياسر كده كده. قفشه مش موجود كمان، هو قفشه كمان. فهيلعب حمدي مع مثلا ياسر او رامي ومحمد عبد المنعم، ويمينه هيبقى هاني ومعلول، هاني ومعلول وديانج والسولية. والخط الامامي بقى اعتقد انه هيستعين ممكن بشريف، بشريف من البدايه، احمد عبد القادر ممكن من البدايه. فانا اعتقد هيحصل تغييرات في الافراد، لكن ممكن الطريقه يفضل زي ما هو يعني. في ظل وجود ان خلينا لو اتكلمنا عن تشيلسي بشكل عام، تشيلسي احنا بنتفرج عليه كلنا في الدوري الانجليزي، واحد من اهم واقوى الفرق في اوروبا وفي العالم الحقيقه. طبعا، وبيلعب كمان بالاسلوب اللي هو 3 4 3 كتير جدا، فشبه لعبنا، بس طبعا الامكانيات هتبقى مختلفه شويه. هم عندهم قدرات بدنيه وخططيه عاليه، يعني لعيبه ليهم ثقل يعني، منتخبات كتيره، فرنسا وانجلترا وكده. فالماتش هيبقى صعب، ونفس الشيء مع الهلال يعني. بالظبط. فانا هي كل الفكره، مش المشكله بقى قوه المنافسه، المهم انت تعدل وضعك وتشوف الاخطاء اللي انت وقعت فيها النهارده ايه، والايجابيات كانت ايه، وتحاول تعدل وتحاول باقصى جهد انك تقدر يعني مستر موسيماني يقدر في خلال 90 دقيقه، او اذا كان الموضوع هيستمر اكتر من كده، انه يستفيد من العناصر كلها في الاوقات المناسبه. اوكي، لان دي مهمه جدا، استغل الناس في الاوقات المناسبه دي مهمه جدا، اللي هي اداره المباراه في اوقات معينه بتبقى مؤثرة جدا. مين اللي ينزل في الوقت ده تحديدا، مين اللي يتغير اللي خلاص مش قادر، مين اللي هيقدر يزود لي القدرة الهجومية، مين اللي هيقدر يزود لي القدرة الدفاعية. فهي المشكلة هتنصب علينا احنا اكتر في التعديلات اللي تحصل لنا. لكن في النهاية احنا لعبنا مع بايرن ميونخ، ولعبنا مع السنة الدورة اللي فاتت يعني، ولعبنا مع يعني فرق كبيرة جدا، بالميرس دلوقتي مرتين، وهو لعبنا فرق كتير. فاعتقد الوضع مش هيبقى مختلف كتير عن النهارده. صحيح لو بالذات طبعا تشيلسي القوه هتبقى اعلى من بالميراس، لكن الهلال مش هيبقى اكتر من يعني هيبقى نفس المستوى تقريبا يعني. فانت خدت احتكاك كويس الوقت الثلاث ايام دولت، زي ما قلت لك الاستشفاء للعيبه الدوليين يكونوا ريحوا من الاجهاد بتاع السفر والماتشات اللي فاتت، يقدروا يزودوا القوه سواء الدفاعيه بوجود حمدي فتحي والسولية يكونوا رجعوا في الاستشفاء محمد عبد المنعم، او القدره الهجوميه بواحد زي بوجود واحد زي الشريف لما ياخد فتره اطول من كده يعني، او اذا كان هيبتدي المباراه يعني. طيب اخيرا يا كابتن، لو عندك رساله توجهها اولا للجهاز الفني واللاعبين، وثانيا لجمهور الاهلي. بالنسبه لجمهور الاهلي اقول لهم هارد لك، بس لازم تحطوا الظروف اللي كنا فيها قبل البطوله في امامكم او نصب عليكم يعني. مش يعني صحيح احنا طول عمرنا نقول الاهلي بالمحضر والاهلي مش عارف، ده جميل، واللعيبه فعلا في الماتشين حاولوا على قد ما يقدروا، لكن النقص كان كبير، والتعب في اللعيبه الدوليه حتى لما راحوا النهارده يعني، وصلوا امبارح وبيلعبوا النهارده، موضوع صعب مش سهل يعني. طبعا، وخلص ماتش اول امبارح. فلازم يحطوا كل الامور دي يعني امامهم يعني، وهارد لك، وان شاء الله اللعيبه تفرحنا بالماتش الجاي وياخدوا المركز الثالث. بالنسبه لمستر موسيماني زي ما قلت، التعديلات احنا عملنا الجزء الدفاعي كويس من بداية الماتش، ولكن كان ينقصنا الجزء الثاني في كرة القدم، اللي هو ازاي ابقى خطر لما تبقى معاك كرة في التلت الاخير بتاع الفرقة الثانية، لان ده بيشيل عبء على المدافعين. بيدي لك طبعا لو قدرت تجيب جون بيدي لك معنويات اكبر للعيبة، فهي دي الحتة اللي عايزة تتعدل مع تغييرات بعض العناصر من بداية اللقاء واثناء بقى الماتش، هو يديره بقى فربنا يوفقهم ان شاء الله الماتش الجاي، سواء الجهاز او مين هيكسب يعني. بكره الهلال ولا تشيلسي؟ ما زي ما انا قلت تشيلسي بنسبه 75%، لكن الماتش مش هيبقى سهل. مش هيبقى سهل، لا الهلال مش فرقه سهله، بس انا متوقع ان تشيلسي اقرب بنسبه 70 75%. عموما كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ولكل الفرق العربيه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا يا كابتن اسامه على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا، وهارد لك للمباراه مره ثانيه. الحمد لله، الحمد لله اسلام، وهارد لك.
هارد لك ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي في المونديال.